train. في وسط الكلمة ننطق A train لننطق الكلمة ببطء. train 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 قد يكون اسما أو فعلا، الفعل بمعنى يتدرب أو يدرب، أما الاسم فيعني قطار. We can catch the train. We can. Can ننطقها هنا can فقط، وهذا ما يسمى ب weak form. Can. لاحظوا. We can catch. We can catch. Catch. ليس ك بل كا. Catch. The train. We can catch the train. يمكننا اللحاق بالقطار، بمعنى يمكن الوصول في الوقت المناسب لركوب القطار. Train. ولتعلم المزيد في اللغة الإنجليزية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكرا وإلى اللقاء.